اننا نمشي للاستيراد. كيف السردين؟ الشعيب راح نستوردوا السردين وفي بلادنا احنا ما شاء الله. الله يبارك. ودونا فيه 90,000 هذا راه هنا فرويك عبالي نخرج برا ماهوش 90,000. هذا 170,000. تسمى هكذا مرغمين اننا نمشي اننا نكسر المحتكرين هذا. وهذا نداء راني ندير فيه. لا لا نداء ندير فيه انا نقول التجربه اللي درناها في الجاز قادرين اننا نكروها في العديد من المواد. يا اما نحتك الى هذوك عندنا نقص ولا انت تقول لي انت باغي تعرف الحوتي هاس كي عندنا نقص في السردين في البلاد. السردين ما عندناش نقص. وعلاش هو غالي؟ على بالي ماهوش اللي راهو يبيع عندنا. لا لا ماهوش السيات. وعلاش راني نقول دي كومبونسيون مع صيادين. ورانا درنا هذه الحاجه اللي درناها بين نجيب حنا رانا نجيب السلعه من عند الصياد ديريكتومون من الشاريتي ل انا نوجه برك نداء اننا ما نضرش الصياد بصح لازم ما نضرش المستورد باش ما نجيبوش السردين المستورد تكون نكملوا هكذا الجزائري يحب ياكل سردين طبق تاع زوالي 90,000 واش تبقى زوال الدجاج ب 35,000 و 40,000 حتى 48,000 كيلو وسردين 90,000 اللي كان هو طبق الزوال اذا ما يضطروناش اننا ناخذوا اجراءات اخرى.